السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى من الله ديما تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصوبوا معكم صوب العشاء، كتجي رائعة. طريقتي انا على باش كيما كنصوبها ديما كتجي غزالة غزالة البنات، لذيذة كتجي رائعة في هذا الجو ديال البرد والشتاء. ديما كيبقى لنا الدواز من النهار كنعكزو عليه، من الاحسن الواحد ما يعكش. صوب خضيره، صوب داكشي اللي كان في داك الصوبه اللي عنده في الدار يصوبو، كتجي لذيذه. ومنادم غير خص غير يطير العكز، كل شيء عندنا في الدار. نتمنى من الله تعجبكم، جربوها البنات وتعجبكم. غنبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا هنايا القزبر، المعدنوس عفوا، المعدنوس والكرافس. عندنا هنا نص دنجالة مشوية قطعها رقيقة. عندنا هنا الخضرة، هذه هي الخضيرة اللي غادي نصوب بها. عندي هنا البطاطا، بطاطا صغيرة، جزرة عفوا اللفت، لفت حبة لفت صغيرة، القرعة نص حبة، حبة صغيرة ديال خيزو. عندي هنا طريف ديال المكور اللي كنديروه في الكسكس، غير طريف صغير. عندي هنا ضامة ديال البنة ديال الدجاج، درت الخضرة غير شوية شوية. عندنا هنا صدر ديال الدجاج مخلط بالكبدة، عندي مقطع مجمد. عندنا هنا بصلة صغيرة، عندي هنا مطيشة عندي مصوباها، كنصوبها على يدي، عندي مجمدة مسلوقة ومطحونة ومجمدة. عندي هنا زلافة ما كاملاش ديال الشعرية ديال السفة الرقيقة، ما كملتش ما عمرتش زلافة، غير هاد الشي بركة كتزكى. بسم الله. نبداو نحطو المكونات ديالنا كلهم، الربع ديالنا هو هذا. نديرو دنجال مشوي، هذا الدنجال مشوي كيعطينا واحد المذاق ديال الصوبه مطحونه ولا هكا مقطعه بلا ما تطحن، كتعطي واحد المذاق رائع. مازال ان شاء الله دابا نصوبها لكم. انا المطيشه كنزيد فيها واحد الطريف ديال الباربا باش كتجيني لذيذه. باش كتعطيني اللون، قلتلكم باش كتجيني لذيذه، باش كتعطيني اللون ديال المطيشه. غنديروا واحد غير واحد شويه، واحد ربع كاس ديال غير شويه، ما كاملش ربع كاس ديال الزيت، زيت بلدية. نكثروا شويه حيت ما غادي نطحنوهاش، ما بغيناش نكثروا فيها الزيت. غادي نقطعوا هاد البطاطا، راني تالفه سمحولي. غادي نقطع هاد البصيله غنشلضها هكا، حتى هي رقيقه، الخضره كلها رققتها. نحاولوا نشلضوها رقيقه، ما تجيناش الطرف غلط.
هاد الصوبه هادي دغيا كتوجد. ما كتعطرش بزاف. قلنا دابا التوابل، نخليو الشعريه التي هي التاليه، نديرو الخرقوم، العطريه كلها كدير على حسب على حسب الكميه اللي عندك ديال الخضره. ماشي ضروري بنادم يدير واحد القياس ديال العطريه، راه من الاحسن الواحد يدير على حسب الكميه اللي عنده في اي حاجه في الطياب كامل. مبزربش ما تجيناش حاره، ما نكثرش بزاف. نديرو ضامه ديال الزعفران، حطنا الملحة، ملحة على حسب الذوق، ضروري على حسب واش اللي كيبغي اللي في الدار كيبغيو الملحة ولا ما كيبغيوش. درنا فيها كل شيء، دابا غادي نزيدو عليها كمية ديال الماء اللي غادي تكفيها، وغادي نحطوها فوق النار. تابعوا الفيديو للنهايه ونشوفوها كي جات. الصبة ديالنا الخضيره ديالنا هي هذه، طابت ها هي كي جايه. حطنا دابا الشعريه، نديرو الشعريه هي هذه، نردوها يلا تغلي واحد الغليه، نطفيو عليها. هسه الشعريه هذه دغيا كطيب، كتعطلش، غير تغلي واحد الغليه ونطفيو عليها باش تبقى شاده راسها. دابا ردوها فوق النار. الصوبه ديالنا هي هذه، وجدناها هي دغيا طابت كي جايه، جايه رائعه. الطريفه ديال ديال الدجاج، الشعريه ديال السفه كتجي فيها رائعه، ودغيا كطيب وما كتعجنش. ماشي غزاله البنات، غزاله. جربوها وردوا عليا في الكومونتير كي جايه، بنينه. الا عجبتكمش ما تنساوناش في لايكات و تابوناو معنا، بارطاجيو مع الحباب باش يوصلهم يوصلكم الجديد. الصوبه ديالنا هي هذه، جاية غزالة بصراحة. أنا هي اللي كتعجبني وهي اللي كنغلب عليها.
ديرها كتوجد لي بواحد السرعه، دغيا دغيا خضره دغيا كطيب.